سندي مولاي يا مولاي. مولاي إني ببابك قد بسطت يدي. ما ينفعش نكون في اسكندرية وما نتكلمش عن جامع أبو العباس المرسي، أو زي ما يسميه أهلنا بالاسكندرية المرسي أبو العباس، أحد أقدم وأشهر المساجد التي بنيت في الإسكندرية، حيث يتميز بكبابه المميزة، وهو من أهم ما يميز منطقة بحري بالإسكندرية. أقوم بالليل. يقع المسجد في حي المساجد في الأنفوشي، والذي كان قديما مجرد جبانة يدفن فيها الأولياء، واليوم أصبح أحد أشهر وأهم المزارات الإسلامية في مصر، ويحظى بالكثير من الزائرين من داخل مصر وخارجها. فهذا المسجد أحد أهم الأسباب التي جعلت عروس البحر عاصمة للسياحة الدينية. بالدموع ندي إني ببابك، بنور وجهك إني عائد واجل. إني ببابك ومن يعد بك. أخذنا بعضينا ورحنا وسط البلد محطة الرمل، حيث الزحمة يا دنيا زحمة، زحمة وفاهو الحبايب، زحمة ولا عادش رحمة، مولد وصاحبه غايب. زحمة يا دنيا زحمة، زحمة وتاهو الحبايب، زحمة ولا عادش. أنا واحد ما بحبش الزحمة، بس مشيت في الزحمة مجبر. رحنا الزحمة عشان خاطر موضوعين. موضوع الأولاني تشيرت نادي الزمالك. زحمة وتاهو الحبايب، زحمة ولا عادش رحمة، مولد. رغم ان انا من الزملكاوي والاسرة كلها اهلوية، وبالاخص حماية اهلاوي متعصب جدا، بس بقى سبب تواجدي في محل الزمالك ان في كتير من صحابنا اللي بيين طالبين تشيرت نادي الزمالك، وبالاخص تشيرت شيكابالا. ففي سر عجيب في حب اللي بيين لنادي الزمالك. انت لابسة، انت زملكاوي انت كمان ولا ايه؟ هو ده بقى الموضوع التاني والأهم بالنسبة لي، كبدة الفلاح. كبدة الفلاح هو أشهر وأحلى مطعم شعبي بيقدم الكبدة الإسكندراني. الترابيزات كومبليت، فضلنا واقفين مستنيين لحد ما ترابيزة فضت. ميرا مبسوطة؟ بص يا ميرا، أجواء مختلفة خالص عن اللي انت متعودة عليها، صح؟ بصي مفهورة ازاي. تسلم على الأفكار الحلوة. تسلم على الأفكار الحلوة. انت على الكبدة، انت بتحب الكبدة. انت طبعا سعادتك في انك هتاكل كبدة، مش مهم ايه بقى. ومن عند مين؟ اي حد. لا هنا بقى من عند مين؟ دي احلى. ما انا بص صورت بقى وهم مستضيفينهم في التلفزيون كتير، لان هي من اشهر زي ما انت قلت اشهر كبدة في اسكندرية. ولا ايه؟ هي هتاخد كام نص؟ هنا خلي بالك مفيش اتنين من ثلاثة. امال ايه؟ هنا هنطلب 20 نص بس. عامل محمد تعملها. خد وقت. تيجي قدايا. على فكرة محمد لو كلت هتخلص. استنى محمد. الله على الريحة بقى. مش عارفة اوصف الريحة بقى. بس هو الشكل معمر. انت اديله بقى المرار كده وقول لنا ايه الاخبار. انا بصك في رايك انت، مع اني انا مش محتاجه رايك يعني. المره دي مش محتاجه. برقصه نورين اللعب. I'm in the middle.
لو عجبكم الفيديو وشكل الاكل وريحته وطعمه ما تنسوش الكومنتس والشير واللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ونشوفكم في الفيديو الجاي.